موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. قال أبو جعفر، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أبالله وآيات كتابه ورسوله كنتم تستهزئون كالذين من قبلكم من الأمم الذين فعلوا فعلكم فأهلكهم الله وعجل لهم في الدنيا الخزي ما أعد لهم من العقوبة والنكال في الآخرة. يقول لهم جل ثناؤه: واحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل بهم، فإنهم كانوا أشد منكم قوة وبطشا وأكثر منكم أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. يقول: فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من دنياهم ودينهم. أن دينهم لم يأخذوا منه شيئا إلا التكذيب والكفر واستمتعوا بدنياهم. قال: ورضوا بذلك من نصيبهم في الدنيا عوضا من نصيبهم في الآخرة. أعوذ بالله. الخلاق معنى النصيب، ما لهم في الآخرة من خلاق من نصيب. فاستمتعوا بخلاقهم، لم يكن لهم نصيب إلا من الدنيا، استمتعوا بنصيبهم من الدنيا وحظهم منها دون نصيب في الآخرة، لأنهم لم يكن لهم نصيب من الدين إلا التكذيب والكفر. قال: وقد سلكتم أيها المنافقون سبيلهم في الاستمتاع بخلاقكم. يقول: فعلتم بدينكم ودنياكم كما استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم الذين أهلكتهم بخلافهم أمري، كما استمتع الذين من قبلكم
بخلاقهم، يقول: كما فعل الذين من قبلكم بنصيبهم من دنياهم ودينهم، وخضتم في الكذب والباطل على الله كالذي خاضوا، يقول: وخضتم أنتم أيضا أيها المنافقون كخوض تلك الأمم قبلكم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن كما أخذ الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. ضب ده زي قلنا حيوان زي الأرنب أو الفار، إذا دخل جحره وهو جحر يعني ضيق، ومع ذلك لو أن أحدا من اليهود والنصارى ومن فارس والروم دخل جحر ضب لولد في الأمة من يقلده فيتبعه على دخول جحر الضب. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم القرآن كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. فاستمتع الذين من قبلكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ أم عكرمة عن ابن عباس في قوله كالذين من قبلكم الآية قال: قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. هذا والله يقع كثيرا من الناس الذين يتبعون الغرب، يتبعون الروم الأوروبيين، وكذا الفرس ومن وراء هؤلاء من جهة المشرق. يوجد من يقلد التقليد الأعمى لهؤلاء ويتبع سبيلهم، فهؤلاء فيهم من خصال النفاق. لذلك نقول اتباع الموضة من خصال النفاق، وأن يكون الدين على هامش الحياة كما يطالب البعض بأنه لا بد من الفصل بين الدين والسياسة كما فعل الغرب تماما، هذه رغباتهم، والمساواة بين الأديان والتقارب مع أهل البدع والضلال. كم من مطالب بذلك كما فعل الكفار تماما حين اعتقدوا مساواة الملل وتناقضوا أعظم التناقض في ذلك. لكنك تسمع كل يوم هذه المطالبات، والمطالبة بدولة مدنية لا دخل للدين فيها، ونعوذ بالله، رغم أنهم يعني نصوا في الدستور الذي يزعمون التمسك به على مرجعية الشريعة الإسلامية، ومع ذلك هم لا ييأسون أبدا من تنفيذ مخططهم باتباع الغرب في فصل الدين عن الحياة. لابد أن نحذر على أنفسنا من هؤلاء الذين
تشبهوا باليهود والنصارى وبفارس والروم في ترك نصيب الإنسان من دينه واتباع اليوم واتباع في ترك نصيب الإنسان من دينه واتباع الأهواء دون أن يكون له من نصيبه إلا الكفر والتكذيب والفسق والخروج عن شرع الله. عن أبي هريرة قال ابن جرير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع. الباع هو المسافة بين الذراعين مفرودين، يعني لما يفرد دراعاته الاثنين بجنب كده يبقى المسافة دي هي الباع. الذراع نصف متر تقريبا، معروف الذراع. والشبر المسافة بين أقصى الإبهام وأقصى الخنصر مع الفتح. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال: فما يعني فمن غيرهم؟ هذا الحديث له أصل في الصحيح، سنن وسنن تنفع. وبنفس الإسناد عن ابن جريج قال أبو سعيد الخدري أنه قال: فمن هي فمه دي بيقول في المخطوطة في المطبوعة فمن، وهي في المخطوطات بالهاء واضحة عليها سكون. ويدل على صواب ذلك اختصار ابن جريج في الخبر التالي على ذكر فمن دون ذكر الخبر، فهذا دال على أن الأولى مخالفة للثانية لا مطابقة لها. واستعمال مه مع أن مهدي أصلها معناها اسكت، لكن استعملت بمعنى الاستفهام، وقد ذكر صاحب اللسان في مادة ماء شاهدا. وهنا عندنا أبو سعيد الخدري، وأثر أبو سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم. هي فمن رواية أبي هريرة دي فمه، يقول: ما هي إنسان يخاطب نفسه ويزجرها، يعني أكفف عن ذلك. فمه يعني اوعى تفكر ان في حاجة تانية. ما هي توقف عن المناقشة في احتمال انهم غير اليهود والنصارى. قال عن الحسن: فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم. نصيبهم من دينهم استمتعوا به في الدنيا فلم يأخذوه، أخذوا التكذيب، كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني نصيبكم من الدين صار التكذيب بدلا من التصديق والطاعة والاتباع. باعوا دينهم بدنياهم، ولذلك استمتعوا بخلاقهم من دينهم، يعني باعوا الدين ليأخذوا نصيبا من الدنيا. عن الربيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذركم أن تحدثوا في الإسلام حدثا، وقد علم أنه سيفعل ذلك أقوام من هذه الأمة، فقال الله في ذلك: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وإنما حسبوا أن لا يقع بهم من الفتنة ما وقع ببني إسرائيل قبلهم. قال: وإن الفتنة عائدة كما بدأت، يعني الفتن كما وقعت لمن قبلنا فهي تقع لنا، أسأل الله العافية. وكما قال:
النبي قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. الذي يظن أنه لا يتعرض للمحنة لينظر كيف يفعل، ويعرف الله ويعلم الله عز وجل ما يفعله الناس علما يحاسبهم عليه، يعمى فلا يرى الحقائق. وحاسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. فمن أمن الفتنة وأمن أن يقع في الشرك والنفاق فهو جاهل أعمى أصم. لذلك قالوا في النفاق: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لأن الفتن تحصل في الناس ولا بد. فمن ظن أن النفاق يبعد عنه ولن يصيبه، وكذا الشرك مع أنه أخفى من دبيب النمل، فهذا يسبب عماه عن الفتنة، وعندها فيترتب أن يقع فيها. ها؟ حذركم الله أن تحدثوا في الإسلام حدث. الرسول اللي بيخبر، يبقى خذوا حذركم، يعني هو هنا ضبطها حذركم. قال: وأما قوله أولئك حبطت أعمالهم، فإن معناه هؤلاء الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، وفعلوا في ذلك فعل الهالكين من الأمم قبلهم. حبطت أعمالهم، يقول ذهبت أعمالهم باطلا، فلا ثواب لها إلا النار. الأقرب أن يقال الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، هؤلاء حبطت أعمالهم، لأنهم تشبهوا بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن يعني فعل فعلا من فعل من قبله نال جزاءه، إن كفرا فكفر، وإن فسقا ففسق، يعني فعقوبة الفسق، وإن معصية فمعصية. وحبوط العمل في هؤلاء هو لكفرهم، فحبطت أعمالهم، ذهبت أعمالهم باطلا، لا ثواب لها إلا النار، لأنها كانت فيما يسخط الله ويكرهه، وأولئك هم الخاسرون. يقول: وأولئك هم المغبونون صفقتهم، ببيعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.